كريم. اليوم ساعد أمنا حق المساكين والفقراء. أنا اليوم أسوي أكل ساعد أمنا نسوي أكل حق المساكين حق الفقراء. إحنا رمضان كريم. هي سنة حسنة وموسم عامر من مواسم الخيرات التي تفيض في بركات شهر رمضان الكريم تقرباً لرب العزة سبحانه واقتضاءً بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كريم العطاء والاصطفاء. ولكن هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة، فقد اجتمعت فيه رحاب عام الخير مع كرم وبركة شهر الخير رمضان الفضيل. لنلمس جهوداً استثنائية لمؤسساتنا الخيرية والإنسانية والأفراد لتقديم جود الإمارات لكل محتاج وبث الأمل في النفوس ورسم الابتسامة على الوجوه. طبعاً نحن أطلقنا مبادرة طبق الخير بالتعاون مع خيمة أهالي الرحمانية، وهذه أول سنة نحن نشارك فيها معاهم. طبعا مثل ما ذكروا الاخوان، الخيمه صار لها 9 سنين ما شاء الله عليهم يعني، وما زالوا مستمرين. نحن هدفنا من مبادره طبق الخير اشراك اهالي ضاحيه الرحمانيه باطباق يوميه من اعداد سيدات الرحمانيه او من اعداد البيوت يعني. وهدفنا ان اخواننا الصائمين من جميع الجنسيات يفطرون من فطورنا، نحن اللي نحن نفطر فيه هم يفطرون مثلنا، وتكون لقمة طيبة يعني لهم وكل بأجره. لا تستصغر عطاء تعطيه لفقير، فإنك لا تدري مدى حاجة هذا الفقير إلى هذا العطاء ولو كان يسيرا ولو كان قليلا. لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر فيه صائما، من فطر في رمضان، من فطر فيه صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال عليه الصلاة والسلام فاتحا الباب للجميع، فلم يدع عذرا لمعتذر، قال: إن الله يعطي هذا الثواب لمن فطر صائماً على تمرة أو على شربة ماء أو على مذقة لبن. فلا تستصغر عطاءً مهما قل ومهما صغر، فهو عند الله عظيم وهو عند الله كبير، وأثره في نفس المحتاج والفقير أثر لا يعلمه إلا الله. وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أناساً هم مفاتيح للخير، وهناك أناس والعياذ بالله مفاتيح للشر. فهؤلاء الشباب في هذه الأيام المباركة أكبر دليل على أنهم قوم استعملهم الله فجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. فنسأل الله العلي القدير أن يعيننا جميعا على طاعته، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا الشهر الفضيل تزداد مبادرات الخير في بلاد زايد الخير، ولعل واحدة من تلك المبادرات التي اخترنا أن نبدأ بها حلقات برنامجنا الخير في بلادي، مبادرات فريق شباب الرحمانية التطوعي بمشاركة فاعلة من أهالي ضاحية الرحمانية الذين يشهد لهم القاسي والداني بكرمهم وجودهم في شهر رمضان منذ ما يزيد على 10 أعوام. الخيمة هاي مضى عليها أكثر من 10 سنوات تقريبا. في البداية ما كان في خيمة، في البداية كنا نحط الجماعة نصفهم في البرع ونحط لهم المراوح، لكن مع تطور الأيام والسنين الخيمة كل ما يعني سنة تكبر. يعني العام كان تقريبا عدد الفاطرين 600، السنة هذه وصل إلى 700 تقريبا، وإن شاء الله في زيادة بعد.
ومبادرات الاهالي الرحمانيه والشباب الرحمانيه ما مقصرين ما شاء الله يعني من كل الخير من كل مكان يجي. ونحن نشتغل بس اشراف على الخيمه وعلى وجبات الافطار. طبعا العمل اللي نقوم به عمل تطوعي بدون مقابل اي شيء. من اكثر من تقريبا 9 سنوات هاي السنه 10 مستمرين على هالشيء والحمد لله رب العالمين كل لله سبحانه وتعالى في خدمه الصائمين. طبعا هاي مبادره من اهالي الرحمانيه وشباب الرحمانيه يعني مش من اي واحد. هاي مبادره عام الخير اللي اطلقها صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد الله يحفظه يطول عمره. هاي عام الخير طبق الخير جزاهم الله خير ما مقصرين الجماعه يعني والموجود احنا موفر لهم والمتوفر ان شاء الله. جزاهم الله خير شباب الرحمانيه بعد ما مقصرين قايمين بدور. أخوي أبو عمر بعد ما مقصر قايم بدور وياي والأهالي ما مقصر يعني من جميع الطبقة موجودين الحمد لله. إيه الحمد لله وشكرا. طبعا الخيمة السع إلى 700 شخص 700 والباقي نخليهم برا على يزيد نخلي برا نسوي لهم هذيك. أنا وأخوي أبو عبد الله عيسى أنا اسمي سالم أحمد سالم هذا أخوي عبد الله عيسى يعني إحنا بنقدم الواجبات بنرتب الجماعة كيف يجلسون. في عندنا عمال 10 نقول لهم وين كيف يرتبون الأكل كيف يرتبون الجماعة يجلسونهم الماي اللي متوفر يعني أي شيء متوفر من التمر من الماي من هذا نحطيه. أخوي وياي بعض ما مقصر وجزا الله خير السنة بعد أبو خليفة ويانا هذا الموجود وعندنا داخل الماي وعندنا هناك اللبن وعندنا العصاير اللي يجيبونها الأهالي يعني ما مقصرين وكلهم قايمين بواجب الحمد لله وشكرا. الخيمة مش من الحين يعني الخيمة قديمة هاي تقريبا كملت هاي سنة 10 يعني من سنة 10 احنا بالخيمة هذه. واليوم نشهد بعضا من أعمالهم وخاصة تفطير الصائمين ومساعدة المحتاجين ومؤازرة من هم بحاجة لمؤازرة خصوصا الآباء والأمهات من المسنين المقيمين في دور المسنين فهم ساهموا بلا شك عبر هذه السنين في إعادة صياغة ثقافة أفراد المجتمع في طريقة التعامل مع النعم التي وهبها الله لهم. طبعا نحن من فريق شباب الرحمانية التطوعي اليوم عندنا مبادرة بركة الدار اللي هي الإفطار مع المسنين مع آبائنا وشبابنا والمسنات طبعا أيضا. فهذه هدف الزيارة هذه أو هدف المبادرة هذه أن ندخل الفرحة والسرور في قلوبهم من خلال هذه الزيارة لأن في هذا العمر هم محتاجين الأشخاص أبنائهم ومن أهل الدار نفسها حد يزورهم وحد يسأل عنهم ويتخبر عنهم لأن كثير منهم يعني مقطوعين ما عندهم حد يهتم فيهم. فهذه الزيارات المتكررة لدار رعاية المسنين راح تدخل الفرحة والسرور في قلوبهم وهذه يعني من أهم أهداف الفرق التطوعية. وطبعا ان شاء الله راح تكون عندنا مبادرات اخرى غير هذه المبادره لكن حاليا نحن مركزين على ان تكون لنا بصمه مع المسنين. وطبعا بالتنسيق والتعاون مع الاخوه في التنميه الاجتماعيه وفريق شباب الرحمانيه التطوعي نقيم هذه الفعاليه التي تاتي بعنوان افطار مع المسنين لهم بركه الدار. فعالية مجتمعية الهدف منها هي إدخال السرور والسعادة على قلوب كبار السن في هذا المركز الإفطار معهم الجلوس معهم الحديث معهم. فنسأل الله التوفيق والسداد إن شاء الله في إنجاح هذه الفعالية وإسعاد هؤلاء من هذه الفئة يعني من كبار السن. حيث قام الفريق بزيارة دار رعاية المسنين وشاركوا كبار السن إفطارهم بهدف تعزيز قيم التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع
وفق برنامج متكامل اشتمل على تقديم الهدايا والإفطار وصلاة المغرب جماعة وجلسة عامة وتوديعهم ومغادرة. ومن الفئات المستهدفة في هذه المبادرات التي يغفل عنها كثير من الناس هؤلاء الآباء والأمهات الذين فقدوا عوائلهم، فلم يعد لهم أحد في هذه الحياة يرعى شيبتهم ويجالسهم ويسامرهم ويذكرهم بأنهم ليسوا وحدهم في هذه الحياة. فمن هذه المبادرات ما يقوم به الشباب الإماراتي وغيره من المقيمين على أرض هذه البلاد الكريمة من مشاركة هؤلاء كبار السن في دار المسنين بأن يفطروا معهم وأن يجلسوا معهم متذكرين السنوات الخوالي التي مضت، يشعروهم بالجو الأسري الذي فقدوه والذي طالت غيبتهم عن أهلهم وعن ذويهم. فمنهم من فقد جميع أبنائه، ومنهم من سافر أبنائه خارج البلاد، ومنهم ومنهم، فكلهم يشعرون بانكسار في هذه الأيام. فيأتي هؤلاء الشباب لكي يعيدوا لهم البسمة ويزرعوا الأمل في نفوسهم أن دين الإسلام هو دين الخير، دين المواساة، دين الألفة، دين المحبة. هذا الخير عندما يعم بين أفراد مجتمع لا بد وأن تجد هذا المجتمع متقدم مزدهر ينعم بكل سبل الراحة والفضل من الله عز وجل.